إحدى أسر الفقيرة في موريتانيا، شوفوا كيف في هذه الظروف يعني يعيشون. هل بالله يعني من هذه الخيمة تغني من حر الشمس أم من المطر أم من البرد؟ هل تغني من الدواب والحيوانات والحشرات؟ هل الأبوين يأمنون على عيالهم هني من الحيات، ثعابين، عقارب؟ يعني ظروف حقيقة قاسية، آلام متنوعة وشديدة تعيشها هذه الأسر، بما تعني من هذه الكلمة الحقيقة من المعنى. تخيل معاناة حتى الآن مثل هذه الأسرة، عندهم أسرة هني واحدة عيوز يمكن عدت 80 سنة، طايحة هني فوق. هذه تخيل هي تبغي مراعاة، تبغي عناية، فكيف هذا الظرف ظروف هذه يعيشون؟ ألمهم شديد حقيقة، مهما تتحدث عنه أنا ما يمكن أوصل 10% من معاناة هذه الأسر. هذا الحين بيتهم، شوف نحن الحين ماشيين البيت وانا كذا انا موخي مو قادر اوقف، انا ما اشوف هذا احد احد لي، حتى شوف ملابسهم مساكين ما لاقيني، وهذه عندهم حرمه مسنه كبيره في السن، شوف طايحه على هاج. بس هني ارتفاع هذا الارض اساس كلمتهم من الدواب والحيوانات، شوف هذا يعني هذا البطانيه هاي الحافات كيف مقطع، مسكينه طايحه. يعني شوف هذه ظروفهم، هني ادوات طبخهم، هني ينامون على هذا الحصير المفتت. الحصير انا شوف كيف مفتت، الحمد لله على نعمه، نعيش في نعم الله سبحانه وتعالى كثيرا. فالان المطلوب ان نحن على الاقل نوفر شوي جزء من الحياه الطيبه ان شاء الله تكون، انه نوفر لهم نبني لهم بدال هذا عباره مبنى يسمونه هم هني يسمونه عريش. عريش عباره عن صبيه اسمنتيه في الارض نسوي، اضافه نرفع متر طابوق ونسوي له باب، فوق المتر الطابوق يكون متر ايضا شبك حول دور ما دور، وحول فوق الشبك نحط خلق اساس يرفعونه وقت يبغون الصبح ويوم ينامون ينزلونه، وفوق يكون شينكو مثل مثلث كذا جاي بالطريقه هذه، بإضافة لوحه شمسيه واحده ومروحتين وليتين، وايضا مساحه هذا العريش 7 × 5 نقسمه قسمين، يكون جزء الصالة وجزء من غرفة نومه، 7 × 5 يعني 35 متر مربع، تكلفته 12,000 درهم. تخيل ب 12,000 درهم أنت تنهي معاناة أسرة، تأمن لهم، توفر لهم أمن وأمان واستقرار في منزل يعني يسمى منزل. أما هذا كرمتم حتى للدواب ما يصلح. ونحن مستهدفين خلال الفترة وهالأشهر الفضيلة، ونحن مقبلين في شهر على شهر رمضان المبارك، صلى الله يبلغنا وياكم ووفقنا صيام وقيام يتقبل منه ومنكم، مستهدفين نبني 100 من هذه البيوت العريش اللي خدمة لهذه الفقراء المحتاجين. فتخيل وإن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله بدعمكم ودعم أهل الكرم، وإن شاء الله مساهماتكم تكون بدرهم، بعشرة، بألف، بمية، 100,000 اللي يشاء، بنوصل إن شاء الله العدد وأكثر بإذن الله حتى نخفف معاناة. حقيقة هذا شيء في رقابنا، وإن شاء الله أجورة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وياكم ويحفظنا ويحفظكم ويبارك في عطاياكم وفي أموالكم وفي ذراريكم، وكل ما تقدمونه تجدون عند الله سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا.